بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطلبات. نستأنف محاضرتنا في مادة الفاينانشال أكاونتنج الفيديو رقم 2، وزي ما احنا قلنا بنتكلم عن الأهداف اللي بيشرح عليها الشابتر، وقلنا ماشي على 3 أهداف. من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نشوفها هنا يا جماعة، لازم نعرف إن المحاسبة بيشتغل محاسب في مجالات كتير. المحاسب عندنا هنا بيشتغل في مجالات كتير. طب هو بيقول لك انت بيشتغل فين بالظبط، او عددهم قد ايه؟ بيقول لك 60% منهم، 60% منهم بيشتغل في البرايفت اكاونتنج، في المكاتب المحاسبيه الخاصه. بيشتغل محاسب قانوني، مدقق قانوني، ومراجع داخلي، بيشتغل في منشآت خدمية، في منشآت مستشفيات، بيشتغل في مؤسسات خاصة 60% منهم، و16% منهم بيشتغل في الجفرنمنت. طيب وفي المنشآت بقى في البابليك الاكاونتنج بيشتغل منهم 24%، زي المؤسسات الخيرية ممكن يكون بيشتغل فيها محاسبين بس بيخدموا الجمهور. يبقى احنا كده حاولنا ان احنا نقول ايه، ان احنا بنوزع نفهم من الشرائح والنسب اللي قدامنا ان مفيش منشأة خدمية او تجارية او صناعية الا ما يكون فيها ايه اكاونتنج، النسب بتاعتهم بتختلف. طيب نشوف ايه تاني، الجزئيه اللي بعدها. الجزئيه اللي بعدها هنتكلم عن حاجه اسمها الايثيس. الايثيس دي اللي هي الاخلاقيات، الاخلاقيات المحاسبه. طب الاخلاقيات ليه يا جماعه؟ هي الاخلاقيات محتاجه ان احنا نعمل لها مبادئ وتبقى مهمه؟ قال لك اه، زي الاخلاقيات في الطب. طب والاخلاق المحاسبه ليها اخلاقيات؟ قال لك اه، ما هو النهارده ان انا اجيب واحد ويحصل الفلوس ويوردها في الخزنه ويثبت الحادث المالي يسرق منها، ده ما عندوش اي اخلاقيات. يبقى اذا لازم ان في المحاسبه يكون حاجه اسمها البيليفز ذات ديستنيجيشن رايت فروم رونج، يعني معتقدات داخليه. يبقى هناك في معتقدات داخليه للصح والخطا. يبقى لازم البني ادم من جواه يبقى هو معتقد داخليا ان الكلام ده صح او غلط. طيب الكلام ده قدرنا المعايير حولته لاكسبتد، اكسبتد وستاندر. اصبحت الاخلاقيات دلوقتي بالنسبة لنا معايير، أصبحت بالنسبة لنا معايير ومقبولة، معايير مقبولة. يبقى إذن الأخلاقيات اتحولت من معتقدات داخلية لمعايير، اتوضعت كمان معانا جوه المحاسبة. لازم تكون إن احنا نقبل ناس سلوكياتها جيدة أو سيئة في التصرفات. طيب وبيحاول هنا في الشكل ده بيحاول يقول لك ان احنا هنا لو عرضنا مشكله الانديفايدد، لو قدرنا نحدد مشكله للمحاسب ان احنا واحد جايب له فاتوره مندوب مبيعات وجايب له فاتوره بيقول له خد الفاتوره دي فيها 50 ريال بنزين، انت نصها وانا نصها او 500 ريال، وهنا المحاسب جات له الفاتوره وهنا بدا يحدد بقى هنا اخلاقيات المهنه. هنا هيركز بقى يا ترى، هنا في الاناليسيس يقعد يفكر يا ترى التصرف الاخلاقي ايه اللي هيجوز منه، هيقبل ان ياخد الفاتوره ياخد جزء منها والمندوب ياخد جزء منها، ولا هياخد القرار هنا ويروح قدامه حل من اتنين، لا اما ياخد اتجاه يمين ويروح يبلغ صاحب المنشاه ان في بيحصل عمليه سرقه من المندوبين هنا بياخد اتخاذ القرار، او بياخد اتخاذ القرار الشمال وبيطلع عن اخلاقيات المهنه وبيتواطأ مع المندوب. يبقى لازم نعرف ان عمليه الاخلاقيات دي حاجة داخلية جوه الإنسان. طيب نشوف ايه تاني، ودي اهم ما يمكن في الـ في الـ في الشابتر بتاعنا اللي هنشرحها من ضمن الاهداف اللي اتكلمنا عنها، الجنرالي اكسبتد اكاونت برينسيبلز اللي هي الجاب، اللي هي الجي اي اي بي. الجاب اللي هي المبادئ المحاسبيه المتعارف عليها عشان نعمل الفاينانشال اكاونتنج، عشان نعمل الفاينانشال المحاسب المحاسبه الماليه الفاينانشال اكاونتنج. لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل مبادئ. الله، طب هي المبادئ دي يا استاذنا ايه هي؟ قال لك هي عباره عن قواعد ومفاهيم لازم نلتزم بيها، محدش يخرج براها. هي لازم تكون مهمه جدا. اذا التزمنا، اذا الفاينانشال اكاونتنج المحاسبه الماليه التزمت بيها الحكومه، الحكومات الحكومه عملت ايه؟ جنرالي اكسبتد
account principles، عملت مبادئ وقواعد لازم نلتزم بيها. ليه عملناها؟ عشان المحاسب القانوني، عشان المحاسب الفاينانشال ستيتمنت يعرف يعمل الفاينانشال ستيتمنت، القوائم الماليه. يبقى اذا القوائم الماليه يتم اعدادها طبقا لقواعد ومبادئ تم وضعها من قبل الجاب. الجاب هي المبادئ المحاسبيه في امريكا، اما الافرس هي المبادئ المحاسبيه الدوليه، اللي هي امريكا عملت لها مبادئ محاسبيه فاطلقوا عليها الجاب. واحنا دراستنا السنه دي بنتكلم في الجاب، ما بنتكلمش في الافرس، ولكن الافرس حوالي 120 دوله او 100 دوله في العالم بتطبقها، ما بتطبقش الجاب. ومن ضمنها السعوديه بدات تطبق المعايير الدوليه من بدايه 2017، ومعيار المنشات المتوسطه والصغيره الحجم من بدايه 2018، واتلغت المعايير السعوديه دلوقتي واصبح تطبيق المعايير الدوليه مطلوب. بس السعوديه ما بتطبقش الجاب، ولكن بتطبق الايه؟ الافرس. طيب تعالوا نبص هنا. النهارده لو انا عملت القوائم طبقا للمعايير، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ان انا هعمل حاجه اسمها ريليفنت، ان الانفورميشن اللي هيطلع من القوائم لازم يكون ملائم. ملائم ازاي؟ عشان تعرف تاثر على القرار افكتيف زائد ديسيشن اوف اتس يوزرز، تاثيرها عندما تؤثر على القرار. طيب النهارده انا باخد قرار بشراء سياره مثلا، لو افترضت ان انا باخد قرار شراء سياره، النهارده باجي للمحاسب فاقول له النهارده المندوبين محتاجين ان انا اشتري السيارات، هل ينفع ان انا اجيب؟ يقول لي لا ده في سيوله او ما فيش سيوله، كل ده طلعه من القوائم الماليه. يبقى النهارده لازم تكون المعلومه ملائمه عشان اعرف اتخذ القرار. طيب ريليبل، لازم تكون معلومه موضوعيه وحقيقية. ما ينفعش ان انت تديني معلومة تضلني، يعني ما ينفعش النهاردة اقول لك الارصدة في البنوك كام واتصل بيك كصاحب حلال تروح تقول لي ده تقريبا 100,000. لا، ما فيهاش حاجة اسمها تقريبا، المعلومة دي مش حقيقية. انت ما استندتش للدفاتر عندك، ما رجعتش لكشف حساب البنك، واعتمدت على الذاكرة، لا ما تنفعش. يبقى اذا لازم المحاسبة تديني معلومة موضوعية وحقيقية، واذا توفرت الكلام ده هقدر اعمل حاجة اسمها كومبير، المقارنة. المقارنة بين ايه؟ بين الشركات. اهو الاجروسير، اما اقارن القوائم المالية بتاعتي للسنة السابقة لنفس السنة، او اعمل لها كومبينز بين الشركات الاخرى. يعني النهاردة انت القوائم المالية في الاخر هتطلع عشان تستفاد منها، هتقول النهاردة ادي سنة 2017 وادي سنة 2016. 2017 انا هنا حققت ربح اقل من السنة اللي فاتت، ومعدل عائد على الاستثمار السنة دي اقل من السنة اللي فاتت. يبقى اذا القوائم المالية في الاخر خلتني استفدت ان انا قدرت اعمل مقارنة بين سنوات مقارنة، او ان انا اجيب الشركة بتاعتي واقارنها بشركات اخرى. طيب تعالوا هنا نشوف الجزء المتعلق بالسيتنج اكاونت برينسيبلز. السيتنج اكاونت برينسيبلز احنا اتفقنا اللي مين اللي وضع اللي مين الذي وضع القوانين المحاسبيه؟ مين الذي وضع القوانين المحاسبيه؟ الذي وضع القوانين المحاسبيه في امريكا قلنا جابوا جهه لجنه حكوميه اسمها ايه؟ سيكيورتيز اند اكسشينج كومينيشن. كوميشن اللي هي بالنسبه لي اللجنه حكومه كونها الكونجرس الامريكي. اهو بناخد الحروف بتاعتها الاس الاس والاي والاكس والسي، فاصبح بالنسبه لي عندي السي اي الاس سي الاس اي سي الاس اي سي دي اللي هي بالنسبه لي لجنه حكوميه كونتها الكونجرس الامريكي. دي لجنه حكوميه، اللجنه دي عملت ايه؟ الجوفرنمنت كونها بالنسبه لي الوكاله الحكوميه، كونتها عشان تعمل ايه؟ تضع التزامات للمحاسبه ورقابه. كلام جميل. طيب عملت ايه؟ راحت كونت هيئه اسمها الاف اي اس بي. قالت بصوا احنا دايما هنعرض عليكم القوانين الجديده وانتوا تشوفوا تطبيقها هينفع ولا مش هينفع، واذا نفع ارجعوا لنا قولوا لنا ان احنا موافقين عليها. يبقى اذا السيكريتس اند اكسشينج كوميشن اللي هي الهيئه المتعلقه الاس اي سي انشا ايه؟ انشا الاف اي اس بي. ده فين؟ في امريكا.
عشان تعمل ايه؟ عشان تراجع القوانين بتاعت المبادئ المحاسبيه. يبقى الاس اي سي بتكلف الاف اي اس بي. طيب الاف اس بي يقول المبادئ دي هتنفع تطبيقها، هتمشي مع الطبيعه العمليه، لا مش هتمشي مع الطبيعه العمليه. طيب يا سيدي الكلام جميل، الكلام ده كان بيتطبق فين؟ في امريكا، وعملوا حاجه اسمها قلنا الايه؟ المعايير الامريكيه اللي اسمها ايه؟ الجاب، اللي اسمها ايه؟ قلنا الجاب. طيب اللي هي السي ام اي. طيب تعالوا يا جماعه النهارده هناخد برضك في نوع هنا بيقول لي ايه؟ ذا انترناشونال اكاونت ستاندرد، بيقول لك في معايير دوليه، في معايير دوليه اللي هي قلت لكم اسمها ايه؟ الافرس. الافرس اللي هي الانترناشونال فاينانشال ريبورت ستاندرد. انترناشونال فاينانشال ريبورت ستاندرد بيبقى فيه حوالي 100 دوله في العالم بيعتمدوا على المعايير الدوليه وليس بيعتمدوا على الايه؟ على المعايير الامريكيه. المعايير الامريكيه اللي احنا قلنا عليها الايه؟ الجاب. ولكن ان النهارده الناس بتاخد الجاب، لا محدش بيشتغل على الجاب، اللي بيشتغل على الجاب في امريكا بس، اما في دول العالم اغلبهم كلهم بيشتغلوا على الافرس. ادام الامريكا عمل الجهه الاس اي سي هي اللي بتشتغل على اعداد القوائم، اعداد المعايير الدوليه او المعايير الامريكيه، برضك المعايير الدوليه مكانها فين؟ في لندن. عملت هيئه اسمها الاي اي اس بي. الاي اي اس بي هي المسؤوله عن اعداد المعايير الدوليه اللي هي الافرس. طبعا السعوديه طبقت في بدايه 2018 الافرس ولغت المعايير الايه؟ السعوديه. طب يبقى احنا كده قدرنا نعرف مين الجهات اللي بتنشئ المعايير الامريكيه، الجاب الاس اي سي. طب مين الجهات اللي هي بتنشا الافرس؟ الاي اي اس بي. طيب كده نبدا نكمل بقى، واحنا بندرس هندرس الجاب. طب تعالوا بقى نتكلم شويه عن الموضوع المهم جدا 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 اللي هو الشابتر كله بيدور حواليه، اللي هو مين؟ المعايير، المعايير الجاب اللي هي البرنسيبلز، اللي هي قلنا ايه؟ المعايير المحاسبيه. طب ايه هي المبادئ؟ المبادئ المحاسبيه، وهي الفروض المحاسبيه. يبقى دي اسمها الفروض، الفروض المحاسبيه. الفروض المحاسبيه والمبادئ المحاسبيه هل بتختلف؟ ايه الفرق بين الفرض وايه الفرق بين المبدا؟ النهارده لما بخش بصلي، النهارده من ضمن صحه الصلاه ان انا بتوضى، صح، والطهاره صح، واستقبال القبله صح، يبقى دي مسلمات. ما ينفعش ان انا وستر العوره، صح. طب النهارده دي مسلمات ما ينفعش ان انا استغنى عنها واقول النهارده هسلف اتجاه تاني غير القبله، يبقى دي فروض. حلو. ولكن ايه هي المبدا؟ المبدا ان انت تلبس جلباب طويل، او الست ترتدي جلباب طويل، ولكن ما بيختلفش في لون الجلباب، المهم ان هو بيستر البدن. طب يبقى اذا الفروض دي مسلمات، وهما بالنسبه لي اربع فروض اتوضعت من جهه ايه؟ الجاب. ما حدش بيقول ان احنا بندرس الافرس، الافرس الجاب، احنا بندرس المعايير الامريكيه، لكن الافرس ما بندرسهاش. طيب الجاب فرض علينا اربع انواع من الفروض المحاسبيه. اول فرض فيها اسمه فرض الجوينج كونسيرن اسيميشن. اسيميشن يعني ايه؟ فرض اسمه الاستمراريه، فرض الاستمراريه. يعني ايه فرض الاستمراريه؟ عايزين نفهمها. يقول لك فرض الاستمراريه معناه ان انت لما بتيجي تنشئ منشاه لازم تعتمد انها هتكون مستمره. ما حدش يجي يقول لي تعالى نعمل عقد شركه مع بعض لمده سنه، الكلام ده مش مقبول، ما ينفعش. هل النهارده حد بيروح يتجوز يقول له واحد تعالى انا هتجوز لمده شهرين ثلاثه؟ لا، الجواز مبني على الاستمراريه. طب النهارده الشركه، انت بتفتح شركه ليه؟ عشان تشتغل شهرين ثلاثه وتقفلها؟ لا. يبقى اول فرض بالنسبه لي هو فرض الاستمراريه، لازم تكون هناك في استمراريه. means the account information reflect and principation the business will continue operating. يعني احنا بنتكلم عن فرضية الاستمرارية، ان الشركة تكون مستمرة في اعمالها. طيب كلام جميل. ايه الفرض التاني؟ مانيتري يونت اسميشن. يعني ايه بالنسبة لي الكلمة دي؟ يعني حاجة اسمها فرض وحدة النقود.
فرض وحدة النقد. فرض وحدة النقد يعني ايه؟ يعني لازم المحاسب لما تجيله معلومة لازم تكون بتتقاس لها قيمة. النهاردة ما يقعدش صاحب المنشأة يقول يا جماعة الخير صباح الخير، اسعد الله صباحكم، النهاردة انا مبسوط منكم جدا. هل المحاسب هيسجل الحدث ده؟ لا، صحيح الحدث ده ممكن يرفع من روح المعنوية بتاعة الموظفين، لكن المحاسب مش هيسجل الحدث ده، المحاسب بيسجل لغة الأرقام. يبقى إذن لازم المحاسب عشان يسجل حاجة لازم تجيله في صورة أرقام، كمية وقيمة يقدر يسجلها، وحاجة ليها سعر. يبقى إذن من الفروض الأساسية في عملية التسجيل لازم وحدة إيه؟ النقد. طيب الفرض الثالث هو the period assimilation. يعني ايه بالنسبة لي؟ فرض اسمه فرض الدورية. يعني ايه فرض الدورية؟ بنسميه تقسيم الفترة المحاسبية. يعني ايه تقسيم الفترة المحاسبية؟ يعني النهاردة صحيح ان الشركة احنا قلنا لازم تكون شركة مستمرة، بس مش معنى كده ان كل سنتين ولا كل 3 سنين ولا كل 4 سنين بطلع القوائم المالية بتاعتي. لا، الكلام ده ما ينفعش. انا النهاردة في نهاية السنة بطلع القوائم المالية عشان اشوف نتيجة الاعمال بتاعتي. صح. يبقى اذا في حاجة اسمها ان انا بقسم الفترة المحاسبية بالنسبة لي، اقسمها عشان اقول يا جماعة في نهاية السنة او خلال ال6 شهور الاولانيين من الفترة المالية اروح مطلع القوائم المالية واقول الشركة خسرت ولا كسبت. ما يجيش واحد يقول لي لا يا عم انا ببني على فرض الاستمرارية، ما الشركة هتقعد 5 6 10 سنين 20 سنة، يعني انا هقعد 5 سنين 6 10 سنين ما طلعش قوائم وما طلعش نتيجة؟ لا. يبقى اذا لازم تبقى في حاجة اسمها تقسيم الفترة المحاسبية او فرض الدورية. طب الفرض اللي بعديه اسمه ايه؟ بيزنس انتيتي اسميشن. يعني ايه الفرض ده؟ فرض الوحدة الاقتصادية. يعني ايه فرض الوحدة الاقتصادية؟ يعني المنشأة لازم تكون لها استقلالية عن صاحب المنشأة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان يعني المنشأة بتروح يكون واحد بيفتح شركة. يا جماعة الخير، طيب النهاردة هل الشركة مش بتتنشئ عليها التزامات؟ الشركة بيتنشئ عليها التزامات، ممكن يديرها ابن صاحب الحلال وممكن يديرها زوجته. طيب دلوقتي مين اللي عليه المسؤولية؟ لا، الشركة اللي عليها مسؤولية. يبقى الشركة لها وحدة مستقلة استقلالية عن اصحاب العمل. اصحاب العمل لهم رأس مالهم الشخصي في البنوك، والشركة بتفتح لها حساب في البنك مسؤول عن سداد التزاماتها. ما قدرتش تسدد التزاماتها بين صفي الشركة. يبقى اذا في 4 فروض لازم نحطهم في الاعتبار يا جماعة الخير: فرض الاستمرارية، فرض المونيتري اللي هو وحدة النقود، ذا تايم بيريود اللي هو فرض الدورية تقسيم الفترة المحاسبية، وفرض الوحدة الاقتصادية. يبقى دي فروض أساسية أنا ببنيها لما باجي بعمل الشركة. يبقى إذا لما واحد فيكم يفتح شركة ما يحطش في اعتباره إن هو إن 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 هو فلوسه هتتحط جوه فلوس الشركة ونعمل لخفنا فينهم. لا، الكلام ده مش مظبوط. الشركة ليها حاجة اسمها الوحدة الاقتصادية، ليها الاستقلالية لوحدها. النهاردة ما تجيش تقول معلومة وفاكر إن المحاسب هيسجلها. لا، المحاسب بيسجل على أساس وحدة النقد. ما تجيش تتفق مع واحد إن يعمل شركة وتقول له يا جماعة الخير تعال نعملها لمدة شهر ولا شهرين. لا، لازم تكون فيها فرض الاستمرارية. ولكن تعالوا نشوف بقى ايه هي المبادئ المحاسبية. خلاص المحاسب دلوقتي عرف الفروض الاساسية اللي بيتبني عليها الشركات. يبقى الفروض دي موجودة في اي شركة. تعال بقى نطبق المبادئ المحاسبية. علمني ايه هي المبادئ المحاسبية. قال لك اول حاجة الميجرمنت برينسيبلز. الميجرمنت برينسيبلز يعني قياس التكلفة. قياس التكلفة يعني ايه؟ يعني بنقول للمحاسب لما تيجي النهاردة نشتري ارض، الارض دي تمنها 1,000,000 ريال. النهاردة بشطارتي وجبت ناس خلوها 800,000. يا ترى نسجل ال 800,000 اللي انا دفعتهم ولا تمنها اللي في السوق دلوقتي 1,000,000 ريال؟ لا، يقول لك لازم تسجل بسعر الايه؟ التكلفة اللي هو ايه؟ ال 800,000، ولكن ما بسجلش بسعر السوق. يبقى اذا قياس التكلفة ان المحاسب لازم يستند على اثبات وجود فاتورة او مستند لعملية الشراء بصرف النظر عن سعر البضاعة كام في السوق.
طيب ايه تاني من ضمن المبادئ اللي هي الريفينيو ريكوجنيشن برينسيبلز؟ يعني ايه؟ الاعتراف بالايراد. الاعتراف بالايراد يعني ايه؟ يعني المحاسب النهارده، حصل فلوس من العميل، باع بضاعه للعميل فحصل منه 10,000، يبقى ده ايراد ولا مش ايراد؟ اه ده ايراد، انا هعترف بيه. طب النهارده العميل دوت جه قال لي انا معيش فلوس يا عمي وهديك بعد اسبوع، طيب العمليه دي ثمنها كام؟ 5,000، يا ترى تسجلها ولا مش هتسجلها؟ تعترف بيها ولا ما تعترفش بيها؟ انت قدمت له الخدمه واديته البضاعه بس ما حصلتش الفلوس. المحاسبه بتقول يتم الاعتراف بالايراد حتى لو انت ما حصلتوش. وين او متى يتم بيع الكمباني ماست ريجونيس ريفينيو؟ احنا بنعترف بالايراد سواء تم تحصيله او لم يتم تحصيله، يتم الاعتراف بالايراد. طب كلام جميل. قال لك طيب ماتشنج برينسيبل اكسبنسز ريكوجنيشن، برضك الاعتراف بالمصروف. يعني ايه الاعتراف بالمصروف؟ يعني النهارده في مصروف، انت جبت فاتوره الكهرباء فروحت دفعت مثلا النهارده اشتريت بضاعه، او النهارده رحت اشتريت ادوات مكتبيه، فروحت انت النهارده ثمنها كام يا عم؟ ثمنها 5,000. خد يا سيدي ال 5,000 اهو. طب النهارده انا احتجت ادوات ونزلت اشتريتها من المورد وما دفعتلوش فلوسها، يا ترى تسجل الحدث؟ اه المحاسبه بتقول لك ادام انت هنا اعترفت بالايرادات اللي انت ما حصلتش فلوسها، برضك لازم تعترف بالمصروف اللي انت لسه ما دفعتش فلوسه، عشان مبدا اسمه مبدا المقابله، مقابله الايراد بالمصروف. طيب اخر حاجه اسمها ايه؟ فول ديسكلوزر برينسيبلز. الديسكلوزرز اللي هو الافصاح والايضاح العام. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني ايه الافصاح والايضاح العام؟ مش انت يا عم المحاسب هتعمل لي القوائم الماليه في نهايه السنه؟ اه هعمل لك القوائم الماليه. هتعمل لي كام قايمه؟ اتفقنا هتعلمني ان انا اعمل 4. طب النهارده مش بالله عليك يا شيخ حط لي جنبهم ايضاحات، اعمل لي ورقه قول لي ان النهارده الاطراف ذو علاقه، الناس اللي ليها علاقه بالبيزنس ده، النهارده الاهلاك بتاعك اللي انت كتبته جوه الميزانيه اتحسب بالطريقه دي، النهارده تكلفه المبيعات بتاعتك عباره عن كذا وكذا وكذا. يبقى انت اذا اللي بيحصل جوه الارقام المدرجه جوه الميزانيه وقائمه الدخل انت بتعمل لها ايضاحات، بدون الايضاحات والافصاح عنها يبقى الميزانيه ما لهاش معنى. انا مش فاهم انت الرقم ده جه منين؟ النهارده بتقول لي انا اشتريت بضاعه وده مخزون اول مده وده مخزون اخر مده ولو طرحناه، انت ما قلتليش الكلام ده، انت حاطط رقم. يبقى اذا لازم يكون في افصاح عنها. يبقى اذا انا هنا في فرض، هنا الفروض المحاسبيه، وهنا اصبحت المبادئ المحاسبيه الريفينيو ريكوجنيشن برينسيبلز، اعتراف المبدا بالايراد، والماتشنج برينسيبل اكسبنسز ريكوجنيشن اللي هو الاعتراف بالمصروف، ومهم جدا 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 اهم حاجه في المحاسبه هي المبادئ المحاسبيه والفروض المحاسبيه، وبيجي عليها اسئله، بيجي عليها صوره صح او خطا. الريفينيو ريكوجنيشن برينسيبل بيعتبر من ضمن المبادئ الفرض المحاسبيه؟ لا، ما بيعتبرش من ضمن الفروض المحاسبيه، ولكن بيعتبر من فروض البرينسيبلز اللي هي المبادئ. ماشي يا جماعه؟ يتمنى ان الناس تكون فهمت الجزئيه دي، وهي جزئيه مهمه جدا جدا. طيب ناقصنا حاجه بسيطه جدا في الجزء النظري المتعلق بالاهداف. هنشوف دلوقتي هنا البيزنس انتري فروم. النهارده يعني ايه البيزنس انتري فروم؟ ايه انواع الشركات؟ النهارده قررت ان انا افتح شركه، اروح افتح يا ترى شركه فرديه ولا شركه اشخاص ولا شركه مساهمه؟ النهارده انت راجل بقيت محاسب، والنهارده بقيت بتدرس ويكون عندك علم. انت ليه بتدرس؟ عشان يكون عندك علم، عشان ما تبقاش مش عارف الدنيا ماشيه ازاي. النهارده بتنصح والدك ان يفتح شركه، يا ترى تحب يا والدي تفتحها سول بروبرتور بروبرتور شيب؟ يعني ايه بروبرتور شيب؟ يعني ايه منشأة فردية. تحب يا بابا تفتحها الشركة دي شركة فردية ذات مسؤولية محدودة؟ يبقى بنعمل حاجة اسمها ذات مسؤولية محدودة، اسمها ايه؟ انواع الشركات بالنسبة لنا، انواع الشركات بالنسبة لنا. طب ولا تحب بنعملها بارتنر شيب، شركات مملوكة لاكتر من شخص، شخصين او اكتر من شخص، ودي بنسميها شركات التوصية او شركات التضامن.
طيب كلام جميل، يبقى انت هقرر انا هفتح اي نوع من الشركات او اعمل حاجه اسمها كوربريشن، شركه. بعض الشركات لديها عده الاف من الشركاء، عدد كتير من الشركاء زي الشركات المساهمه اللي بتطرح اسهمها في البورصه. على طول المساهمين اللي في البورصه دول اكتر من 20,000 واحد، دول كلهم مساهمين في الشركه معاك. يبقى اذا انا بقرر يا ترى هبقى هفتح منشاه فرديه ولا هفتح شركه اشخاص ولا هفتح شركه ايه، شركه مساهمه. يبقى انا كده اتعلمت انواع الشركات ومن هنا اقدر اقرر. طيب الشكل القانوني بتاعها ليه، انت لما تمشي حبه حبه كده وتتعلم هتقدر نعرف الاشكال القانونيه وكل واحده بالزاي بتتكلم عنها. طيب هناخد اخر حاجه في الجزء النظري يا جماعه، حاجه بسيطه جدا. في امريكا بيعملوا ايه، بيعملوا حاجه اسمها اوكسلي اكت او قانون سوكس، ساربي سايز، ساربين سايز اللي هو ساربي نيز اللي هو اوكسلي اكت. يعني ايه؟ يعني قانون ده اسمه قانون اوكسي، بيسموه حاجه اسمها سوكس، قانون سوكس. ايه هو القانون ده؟ اللي حصل ان الشركات بيسموه قانون سوكس اهو، ان الشركات بتاعت الاسهم لما بتطرح الاسهم بتاعتها للناس اكتشفوا ان الشركات دي بتسرق الناس. المفروض حامل السهم ده يروح ياخد في نهاية السنة 3 دولار على السهم بتاعه، تيجي الشركة تروح عاملة تلاعب وعدم افصاح ومصداقية في الميزانيات والقوائم المالية بتاعتها وتروح من الدياله ريال. فصدرت الامريكا عملوا قانون اسمه قانون سوكس. القانون ده فرضته سنة 2002. الهدف منه الايه؟ الهدف منه ان احنا نعمل حاجة جهة ترانسبيرس، اللي هي بالنسبة لي اسمها ايه، شفافية. بنعمل حاجة اسمها في الاخر لازم تكون في شفافية، ولازم تكون في حاجة بالنسبة لي ايه، مساءلة، اللي الاكاونتابلتي دي مساءلة، ودي بالنسبة لي حاجة اسمها المصداقية. المصداقية لمين؟ للريبورتينج ترانزاكشن، يعني القوائم المالية في نهاية السنة عايزين يكون عندها حاجة اسمها شفافية ومسؤولية، وفي حاجة اسمها مصداقية. فصدرت القانون اللي هو قانون سوكس سنة 2002. اصدرت هيئة، الكونجرس بالنسبة لنا اصدر هيئة انها يكون في شفافية ويكون في مساءلة ويكون في مصداقية عند اعداد القوائم المالية. وكل ده مين؟ عشان حملة الستوكس الاسهم، عشان ما يتخدعوش. طيب دي بعض اللي بيقول لك ايه، the response to a number. حصل فضائح ومشاكل اعلن عنها في بعض الجرائد الاقتصادية عن سرقة الشركات لحملة الاسهم، فاضطرت الحكومة تعمل قانون اسمه قانون سوكس. طيب هنبدأ مع بعض كده يا جماعة، هنشرح الجزء العملي، والجزء العملي ده بإذن الله هنتطرقه في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.